بعد حراك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تبين أن الملف الرئاسي مؤجل واقتصر على التمنيات بإنجاز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لما ينتظر المنطقة من استحقاقات يجب أن يكون رئيس الدولة اللبنانية حاضرا فيها وبصلب نقاشها. كما تمنى لودريان توافق على اسم مرشح ثالث يفترض أن يكون من خارج الأسماء المتداولة. أما الهدف الحقيقي من هذا الحراك فكان حث الأطراف السياسية على التمديد لقائد الجيش جوزيف عون. ووفق مصادر سياسية رفيعة فإن الموقف الفرنسي من التمديد جديد، وخصوصا أنه يتناقض والموقف القطري المهتم أكثر بتعيين قائد جديد. أما الأمريكي فعلى الرغم من أنه يفضل التمديد لجوزيف عون إلا أنه لا مشكلة لديه بأي صيغة تحفظ استقرار المؤسسة العسكرية وتضمن عدم الفراغ فيها. اعتبر النائب مروان حمادي عبر هنا بيروت أن العلاقة الفرنسية القطرية السعودية بموضوع لبنان تقاربت وصداها جيد في مصر وأمريكا، وهذا هو سر الحركة الدبلوماسية الجديدة. وعن قيادة الجيش قال حمادي إن العلة ليست بجوزيف عون إنما بجبران باسيل والوصاية العونية انتهت. أما الفرنسي فلم يطرح التعديل على القرار 1701. ما بيخفوا هن كل المفادين أنه أخي ما بدنا يوقع بلبنان خلاف حول الجيش يشبع الخلافات اللي سنت بالثمانينات أدت أنه كل طائفة وكل حزب وكل منطقة أخذت لواءها أو عسكرها أو ضباطها تحت باطها وأخذتهم على منطقتها. طرحوا الوزير جبران باسيل هو أنه يتحكم هو بقيادة الجيش إلى 6 سنوات آتية، وكأنه هو ولو ما وصلوا هن للرئاسة مستمرين بالرئاسة، ومنعرف وين وصلوا الرئاسة وليش اختلفوا مع قائد الجيش، ليش اختلفوا مع هن رشحوه هن جابوه. فبالنتيجة بدك تشوفي العلة منا بجوزيف عون، العلة بجبران باسيل. ما فيك تحطي فيتو على كل الأسماء لا حتى ينضج برأس التيار الوطني الحر وجبران باسيل اختيار اسم معين يكونوا ركبوا الحكومة وقيادة الجيش ومصرف وحاكمية مصرف لبنان قبل ما يجي رئيس جمهورية. يعني هيدي قصة إبقاء الوصاية العونية على الدولة انتهت. بشو زاعج جوزيف عون حزب الله؟ ما بحياته سرح ومرح حزب الله بالبلد أكثر من هذا العهد العوني اللي كان فيه رئيس جمهورية اسمه ميشيل عون وقائد جيش اسمه جوزيف عون. يعني ما طرح شيء فعلا بيتعلق بتعديل القرار 1701. الفرنسي أهم شيء إجا قاله بأول نقاش حذار من الدخول في معركة حربية بالجنوب، لأنه بتكون أعطيته فرصة أنه يجي حدا يضل يقصف ويعمل مثل ما عمل بغزة ويفتح الباب لاجتماع مجلس أمن يفرض تعديلات على القرار 1701. المقاومة هلا مين حامي ظهره؟ هذه القوى السياسية اللي نحن منها، اللي قلنا له نحن معكم بس ما تنجروا. في حديث لصحيفة الجمهورية قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحن كنا وما زلنا على تمسكنا بالقرار 1701 وملتزمون بتنفيذه، وإسرائيل خرقت هذا القرار الآلاف المرات رافضا أي تعديل لهذا القرار. وقال: لا أحد يستطيع أن يضع على لبنان شروطا أو يفرض تعديلات أو ترتيبات جديدة عليه، وأي خطوة في هذا الاتجاه غير مقبولة من قبلنا وسنواجهها. وتابع: المطلوب فقط هو أن يطبق القرار ولا شيء آخر. وفي الملف الرئاسي قال الرئيس بري: لا ضرورة تتقدم على ضرورة حسم هذا الموضوع، ولم يعد جائزا التأخير في انتخاب الرئيس، لكن كما سبق وقلت فإن ما يؤخر ذلك هو الخلاف الماروني مع الأسف يزعلون إن أشرت إلى ذلك، مع أن هذه هي الحقيقة، الخلاف لا أكثر ولا أقل. وختم بري بالقول: فليحسموا خياراتهم ويتخذوا قرارهم، ولننزل إلى المجلس النيابي وننتخب الرئيس، ودون ذلك سنبقى ندور مكاننا.
رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الرئيس بري قائلا: هل الموارنة هم من يخرجون من الجلسة ويعطلونها؟ فالجلسة الأخيرة حصلت حين تقاطع الموارنة على اسم جهاد أزعور، فكيف تكون المشكلة عندهم؟ وعن التعويضات لأهالي الجنوب، أشار جعجع إلى أن الملايين العشرة التي وعدت بها الحكومة تعويضا للأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في الجنوب من جراء تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين حزب الله وإسرائيل يجب أن يدفعها الوزراء الذين صوتوا على هذا القرار من جيوبهم، ذلك أن أكثرية كبيرة من الشعب اللبناني لم تفوض أحدا بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل حفاظا على دوره الإقليمي. وأكد في بيان أن ما يشهده الجنوب من تبادل للقصف ليس مساندة لغزة بتاتا، وأكبر دليل أن العدوان على غزة استمر وما زال مستمرا، وهل يمكن أن يلحق الدمار بغزة أكثر مما لحق بها؟ وبالتالي ما الدور الذي أداه إطلاق الصواريخ والقذائف من لبنان؟ موضحا أن الجواب هو أن دور هذه القذائف والصواريخ هو لمجرد أن يبقي حزب الله إيران في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.